السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيكم مجموعه ديال الحجج المتعلقه بلا سوليتود، اي الوحده. وكتعرفوا هذا الموضوع صالح بالنسبه سواء لا لابواط ميرفي او انتيغون. طبيعه الحال الحجج اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو غادي تكون صالحه سواء باش تجاوبوا على اخر سؤالين من الامتحان الجهوي، واللي كيكون مطلوب منكم انكم تعطيو الموقف ديالكم او الراي ديالكم وتدافعوا عليه طبعا بشي حجه او اثنين. وهذه هي الصياغه اللي كنستعملوها دائما. مثلا نقولوا ا مون بوين دو في جو بونس كو، وتعطيو الموقف ديالكم باسكو، لان وتعطيو الحجج. وشرحت هذا الشيء في الفيديو السابق، فضغطوا على الدائره باش تلقاو مزيد من الشرح. ننتقلوا دابا لي زارغيمون، وطبعا غنبداو بلي زارغيمون اللي صالحين باش ان نجاوبوا على اخر سؤالين. هما عباره عن حجج اللي بسيطه وتقدروا تستعملوها. فغنبداو بالحجج المؤيده للوحده، يعني ان ملي كتكون موافق ولا مع لا سوليتود، حيت غالبا السؤال اللي كيتطرح هو واش كتفضل انك تبقى بوحدك ولا تبقى مع الناس. ولا مثلا يقول لك واش سيدي محمد عنده الصح انه يختار الوحده وما يختارش يبقى مع الناس، ولا شنو الموقف ديالك من الاحساس ديال سيدي محمد ولا من الاختيار ديالو. فممكن نقولوا جو فوا كو لا سوليتود اي بينيفيك بور لوم، كنشوف ان الوحده هي مفيده للانسان. مثلا الا كان السؤال متعلق بسيدي محمد فحيدوا لوم وديروا سيدي محمد، تقولوا je vois que la solitude est bénéfique pour Sidi Mohamed car elle l'aide لانها تساعده à se sentir à l'aise باش انه يحس براسو مرتاح، et de se détacher des personnes ennuyeuses وانه يبتعد ولا يتفارق مع الاشخاص المملة et conflictuel، الاشخاص اللي كتميل للصراع كوم زينب. طبعا الا كنتو كتهضروا في الاطار ديال لا بواطا ميرفي وكان مطلوب منكم تعلقوا على سيدي محمد، فغتزيدوا ايضا هاد كوم زينب باش هكذا كيعطي لارغيمون يكون بيرتينون اكثر. ننتقلوا ان اوتر بوزيسيون ولا ان اوتر ليكسيك اللي يقدر يعاونكم باش تدافعوا على الموقف ديالكم. جو بريفير ريستي سول كو دو باسي لو طون افيك دي بيرسون كو جو نيم با، كنفضل انني نبقى بوحدي على انني نمضي الوقت ديالي مع اشخاص اللي ما كنبغيهمش. et avec lesquels je ne partage pas les mêmes idées. ومع هادو يعني مع هاد الاشخاص ما كنتقاسمش نفس الافكار. les accompagner انني نرافقهم pour moi بالنسبه لي est une sorte d'hypocrisie sociale، هي مجرد نفاق اجتماعي وانا ماشي منافقه او ماشي منافق. ننتقلوا لثالث حجه اللي تقدروا تستعنوا بها ايضا، فممكن نقولوا جيستيم كو لا سوليتود ايت ان بون شوا، كنشوف ان الوحده هي اختيار جيد notamment pour les individus considérés comme absurdes، خاصة بالنسبة للأشخاص ولا للأفراد الذين يعتبرون absurd يعني بحال عبثيين ولا مختلفين، voire extravagant يعني بحال غريبي الأطوار كيجيو غريبين على المجتمع. donc par la société من طرف المجتمع، يعني المجتمع كيعتبرهم بحال اللي في شي شكل، vu qu'il leur permet de vivre selon leurs propres valeurs et principes. donc هاد لا سوليتود هاد الوحده نظرا لانها كتمكنهم من العيش حسب القيم ديالهم والمبادئ ديالهم، يعني كيعيشوا كيف ما بغاو. ملي كيكونوا بوحديتهم ما كاينش اللي غادي يقول لهم لا ما خصكش دير هادي وما خصك دير هادي. دونك لا سوليتود كتعطيهم داك الحريه يديروا اللي بغاو. دابا غنتقلوا للموضوع ديال الوحده، وغادي نعطيكم مجموعه ديال التعاريف اللي تقدروا تبداو بها فوتغ ريداكسيون. فغنبداو باول تعريف، لا سوليتود اي ان تري دو لا بيرسوناليتي دان انديفيدو، الوحده هي سيمه ولا طابع من شخصيه ديال فرد معين. لا سوليتود اي لو فيت دو نيتر انجاجي دون نو كان رابور سوسيال، الوحده هي انك ما تدخل حتى في شي تواصل اجتماعي. تعريف اخر بالنسبه للوحده ونقدروا نقولوا لا سوليتود ديزيني ان ايلوانيومون بروفيزوار او ديرابل، الوحده كتعني ولا يقصد بها الابتعاد المؤقت او الدائم، ويقدر يكون ايضا شوازي او سوبي. هاد الحريه تقدر تكون حنا اختاريناها ولا هي تفرضت علينا مثلا نتيجه ديال شي ازمه نفسيه ولا شي احباط. دي زوتر يعني هو كيكون ابتعاد على الاخرين بصفه سواء مؤقته او دائمه او بطريقه اختياريه ولا مفروضه علينا.
دابا ننتقلوا لي زارغيمون اللي نقدروا نستعملوهم في لا ريداكسيون ديالنا في لو ديفلوبمون سورتو، يعني في العرض. غادي نبداو كيف قلنا بلي زارغيمون اللي غيكونوا بوغ او وغنعتبروهم كايجابيات ديال لا سوليتود، لان يقدر مثلا برودكسيون اكريت يطلب منك اعطيني الايجابيات ديال الوحده. الوغ فغنقولوا لا سوليتود بيرمي دو بروندر دو ركول اي دو طون بور سوا ميم. الوحده كتمكن الانسان انه يرجع شي شويه، يبقى يشوف الماضي ديالو، يعود للماضي ديالو، وانه ياخذ الوقت لراسو. ملي كياخذ الوقت لراسو باش يتامل طبعا في داكشي اللي كيدير ولا في داكشي اللي دار، سولا فافوريز لا كونفيونس اون سو. هادشي كيعزز الثقه ديالو بنفسه. لا بي اونتيريور كيعزز السلام الداخلي. ومنين كيتحققوا هاد الشروط هادو، اي بار كونسيكون ونتيجة لذلك ان بون بريز دو ديسيزيون، كيكون اخذ القرارات بطريقه جيده. يعني الانسان ملي كيكون مرتاح وخد الثقه في راسو، فاي حاجه فهادشي كيمكنو في المستقبل انه ياخذ قرارات جيده، واللي طبعا غتفيد المستقبل ديالو. انوتر ارغيمون ولا ايجابيه بالنسبه لا سوليتود، فغنقولوا غراس لا سوليتود بفضل الوحده اون بو جوير دو مومون دو لا ترانكيليتي او دو كالم. بفضل الوحده نقدروا نستمتعوا بلحظات ديال الطمانينه والهدوء. كار اون سو ميت على بغي دي مالونتوندو، لاننا كنكونوا بعيدين على سوء التفاهم اي دو لا كونفرونطاسيون افيك لي زوتر، واننا كنكونوا بعيدين ايضا حتى على التصادم مع الاخرين. حجة أخرى طبعا غنقولوا لا سوليتود اي ان فاكتور امبورطون دون لا كرياسيون، الوحدة عامل مهم في الإبداع. كار توت اكتيفيتي، لأن كل نشاط نيسيسيتون ان ترافاي دو ريفليكسيون كرياتيف، لأن أي نشاط كيتطلب نوع من العمل والتركيز أو التفكير اللي كيكون إبداعي، كوم لي غران زوفر مثل المؤلفات الكبيره، يعني كيتطلبوا واحد الابداع، واحد اللحظات، واحد العمل الابداعي. فهاد النشاط هذا اكزيج ان مومون دو كونسونطراسيون، هاد النشاط هذا كيتطلب واحد اللحظه ديال التركيز اي دانسبيراسيون ديال الالهام، كي نو بوف سيتر كو بار لي لوانيمون دي زوتر، اللي ما يقدرش يكونوا الا بالابتعاد على الاخرين. ننتقلوا لاخر حجه واللي هي اتر سول غارونتي ان غروند ليبرتي، انك تكون واحد كيضمن حريه كبيره. اي ان اوتونومي امبورطون، واحد الاستقلاليه مهمه، باسكو لا بيرسون في تو سو كي لا رون اليز، حيت الشخص كيدير داكشي اللي كيريحو. اي ني بلو غيدي بار لي زوتر، ما كيوجهو حتى شي واحد، اي الا اسيوم سي شوا اي ديسيزيون، وكيتحمل المسؤوليه ديال القرارات ديالو وديال الاختيارات ديالو. تو سولا، كل هذا، سواء انه ما يتحكم فيه حتى شي واحد والتحمل ديالو المسؤوليه، فهاد الشيء هذا كامل اذا ديفلوب سا بيرسوناليتي اي كونتريبي ا سون ايبانويسمون. فهاد الشيء كامل كيطور من الشخصيه ديالو وكيساهم في النمو ديالو او السعاده ديالو.